سلام، أهو ده الأكل وإلا فلا، هي دي العيشة ولا بلاش؟ يا سلام، شفت الخدم والحشم، الطباخين والصفراجية. أوعدنا يا رب، أوعدنا يا رب. يا عم أنت حسود باين عليك. ليه؟ أنت هتحسد الراجل؟ الله، ما تقدم المشيئة الأول، في إيه يعني؟ أنا لا بحسد ولا بحقد، ما شاء الله ما شاء الله. بس أنت فاكره؟ فاكر سامي ده قبل ما يسافر وهو معانا، لما كان بيلبس بنطلون برجل واحدة وفرد الجزمة؟ أنت هتقلعه وماله يا أخي؟ تعب، الله، معاناة، سافر، ساب أهله، ساب عيلته، ساب بلده، ومش بلده بس، ساب موطنه عشان كل ده. يا أخي أنا والله عايز أقول لك حاجة يا محمود. أنا عايز أموت وأنا مرتاح، أأمن بس مستقبل العيال، بس ده اللي أنا عايزه. وهتأمن مستقبل العيال بإيه؟ بالملاليم اللي أنت بتقبضها، مرتبك؟ لا، نفسي أعمل مشروع كده. إيه؟ مشروع. مصنوع يا عم إيه؟ هو اسمه مشروع، بس أنا بقوله مشروع قدامك بس. معرفش النقط بتسقط والله العظيم، العحروف قدامك. مشروع إيه؟ مشروع كده سندوتشات، حتى فول وطعمية. طول عمرك بتقول كده وما بتحققش أي حاجة ولا بتعمل أي حاجة. الموضوع اللي نفسك فيه ده محتاج كنز، معجزة، مصباح علاء الدين، الفانوس السحري، حاجة زي كده. ايه يا محمود، ده كان زمان، دلوقتي خلاص عصر الاساطير انتهى. يلا بينا نروح. انا هاخد تاكسي، تحب تيجي اوصلك وبعدين اروح انا؟ يا عم توصلني ايه، انت رايح سركن وانا رايح جنوبا. رايح فين؟ سركن. يا عم انا السين والشين بيحصل لهم خلل قدامك، والله اتكل على الله، اتكل على الله، انا هاخد تاكسي. ماشي. يا عم ما قلت لك السين والشين بيحصل لهم خلاص خلاص. اتكل على الله، مع السلامه. انا ماشي انا ماشي، اشوفك بكره بقى ان شاء الله. يا ساتر، حاقد، حسود والله. مالك يا شاتر؟ تعال تعال حبيبتي، تعال تعال. مالك حبيبتي؟ في ايه؟ مالك حبيبي؟ امال ايه بتعيطي ليه؟ عشان عايز اروح، وفاضل معايا ورق وما اعرفش اروح الا لما بقى. الله، ورقه ايه دي؟ ورقه يا نصيب. يا نصيب؟ تعيط عشان ما بعتيش الورقه الاخرانيه يعني؟ بكام دي؟ بخمسه جنيه بس. خمسة جنيه؟ ما تقوليهاش تاني، تفولي ليه كده؟ خمسة جنيه كتير، خمسة جنيه تروح ليه؟ هاتي 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 هاتي، يلا اتكل على الله، اديلي خمسة جنيه. يلا خدي الخمسة جنيه، يلا اتكل. ما تخافش يا بيه، بإذن الله الورقة هتكسب، دايما الورقة الأخيرة بتبقى كسبان، بس ساعتها بقى يبقى لي الحلاوه. البنت بطلت عياط في ثانيه، والله العظيم يمكن تكسب فعلا، والله يمكن تكسب. يا نصيب، اول مره اعملها، والله اول مره اعملها. معلش انا اسفه جدا، اصل البنت تعبانه شويه. نعم البنت تعبانه شويه. عاوزه ايه ساعتك؟ يعني اقرب مستشفى لو سمحت. راح فين يا ست؟ اقرب مستشفى لو سمحت. معلش ممكن يا بيه بعد اذن سعادتك نوصلها المستشفى وبعدين ابقى اوصل سعادتك؟ قوي قوي، اهي فرصه، عندي شعر حوجبي بيسقط، ابقى اكشف عليها. اتفضلي. الف سلامه عليك. لو سمحت جنب العربية اللي جاية دي، عربية جوزي، ممكن هو يوصلها. Out, out, out. Out, out, out.
الله يكون في عونها. والله العظيم انا لما يكون عيل من عيالي عيال ببقى انا اللي عيال مش هو. ربنا يكون في عون اللي عنده عيال. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ نسيت العروسه هنا البنت انت شايفها عيانه وممكن تعيا نفسيا وسيكولوجيا لو افتقدت العروسه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. بقول لك ايه يا اسطى، ما ترجعها لهم انت عارف الفيلا، ابقى رجعها لهم وانت راجع. والله بيك انا على عيني، انما انت سعادتك طبعا شفت احنا ركبنا الست منين. مكان بقى الفيلا اللي ركبناها دي ممكن سعادتك بكره تقوم بالمهمه دي وتودي لهم العروسه وربنا يكرمك ويوفقك، عشان والله بكره انا عندي عمره مطور وعندي تسليم العربيه. لا خلاص صادق، ان شاء الله انا اوديها لهم بكره وبالمره يمكن يعزموني على الغدا ويكون عندهم فاكهه. الله يسر. خلاص 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 خلاص، بكره هرجعك بقى. ده انت غريبه. انت كمينه، انت كمينه، انت بتعجي كتير. ما تعرفش يخرج، ما تعرفش يخرج. محمود لازم اتكلم مع محمود عشان اقول كل حاجه. بصك يا معلم، بصك يا بصك يا معلم، ماشي يا حبيبي، ماشي. اضحك 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 يا حبيبي. ايوه كده، ايوه كده. ايوه ايوه محمود، انت لسه نايم؟ الله، نمت على طول؟ ده لا معلش انا اسف، انا بصحيح عشان اديلك خبر ما حصلش. والله العظيم مش خلاص هنبقى اغنياء، خلاص والله هنعمل مشروع كبير قوي انا وانت. والله العظيم والسبب بنت صغيره طفله. لا لا هقول لك بعدين، لا دي معايا طفله صغيره كده بتتكلم وبتضحك. كوتشي 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 كوتشي. مع محمود، اما قبلك اقول لك على كل حاجه. الحمد لله يا رب. انت جميله يا اختي، انت جميله. اقعد لك كده، اضحك كده على مهلك. ايوه يا رب يا رب يا رب تضرب معايا، يا رب يا رب تكسب. محروس ابي تاكسي اوامك. تاكسي ايه يا سعاده الباشا؟ تاكسي اوامك، البنت هتموت على ايدي. تموت انا ماني وانا انا جايب الحاجات بتاعه البيت كله، والبيت كله هو بيتحجب. روح يا محروس طعمها وانت غلى، يعني انا واحد بس. طب انا ولا الله، البنت هتموت وانت من العياط. الله اجري جيب لي تاكسي. اللي جاب لك يخلي لك. طب بتهزر معايا، جيب لي تاكسي اوامك. حاضر حاضر. شوف تضحك عشان قلت حاضر هتجيب تاكسي. طب مش جايب تاكسي. عياط التاني. الله يخليك. تنساك تنساك، هروح اجيب لك تاكسي حمامي. صباح الخير. صباح الخير. حرص السلة، الحقوني يا لهوي يا صاحبي، الحقوني الحقوني. حركة على نفس، أي حركة تضرب في المليان. إيه أنت تاني؟ أنت شغال هنا. أنت بتطلع منين؟ أنت بتطلع منين؟ قدامي. فين؟ قدامي. اطلع بيها. اطلع بيها ايه؟ البنت. البنت انا معايا كومي. كومي انت. انا ما بهزرش يا باشا، ما بهزرش يا باشا. اطلع بالبنت. بنت مين يا باشا؟ انت نهارك مش هيعدي على خير. ليه بس؟ قدامي على البوكس ولسه قدامي. نعم نعم، وعايزني اصدق الكلام اللي انت بتقوله ده. ليه مش عاوز تصدقني يا باشا؟ عشان الكلام اللي انت بتقوله ده ما يصدقوش عيل صغير. عشان عيل يا باشا، لكن سيادتك كبير ومدرك وخريج جيش. تتصل بقى جيش ايه؟ تتصل معايا يا باشا. انا بهزر. ايه اللي حصل؟ حرام عليك تموت نفسك يا باشا. قول احكي ريحني. ليه يا صاحبي؟ جاله القلب من الحركات اللي بتعملها دي يا باشا. صاحبك مين؟
انا اتصل بمحمود بس. محمود مين؟ محمود صديقي زميلي. ماله؟ ده كان معايا على طول، ما سابنيش الا انا وراكب التاكسي وسايبه. تاكسي ايه؟ انت بتتوهني. مش حكايتي. بتتوهني. سبحان الله، ربنا معاك. بقول لك يا باشا، نعم. اتصل بمحمود وهو هيجي هنا اضربه قلمين، هيقول لك الحقيقه زي ما بقول لك. اتصل بالسركه. السركه عنوانه فين؟ السركه. السركه يا باشا ما بكذبش عليك. سركه ايه؟ السركه. بضلعك على ايه؟ لا البنت ده بقى له 24 ساعه. 24 ساعة عينيا ما دعتهاش النوم. يا عم اتصل بالسلك يا باشا. كام؟ 3 6 15 48 1959 16. ايه يا باشا في ايه؟ مالك هتعايز ايه؟ ايه يا باشا مالك في ايه؟ كل دي نمرة. اصل ساكن بعيد شوية يا باشا. قول النمرة. 3 سعاده البيه العسكري. والله انا بريء، والله ما انا اللي قتلته، والله ما انا اللي سرقته، والله ما انا اللي ضربته. طب بطل معانا. طب ثانيه واحده بس، يلا تجاوب. اعرف بس الجريمه ايه علشان اخايف نفسي. حاضر يا بيه. انا بريء والله يا بيه، انا بريء يا بيه. والله على ما اقوله شهيد. يعني الكلام اللي قاله الاستاذ سعيد صاحبك كلام مظبوط. سعيد مين يا فندم؟ سعيد صاحبي. طبعا طبعا كلامه مظبوط 100%. والله على ما اقوله شهيد. سعيد ده انسان طيب، انسان كمل، عمره في حياته ما اذى بني ادم. حتى لو حضرتك مش مصدقني ممكن تسال الاستاذ سامي، احنا كنا عنده. سامي مين؟ سامي صاحبي. صاحبك؟ صديقي. علاقته بزميلي. ما هو وانا ناقصك يا فندم. انا محمود. ما انا عارف سامي يبقى صاحب سعيد. ما تتوهنيش. سعيد صاحبي. اتفضل. اقعد. حاضر يا فندم. اقعد فين يا فندم؟ يعني هتقعد مكاني؟ هتقعد هنا. حاضر يا فندم. والله على ما اقول شيء. يا عسكري. افندم. مش انت. مش انا. اتفضل. حاضر. تمام يا فندم. انت اللي اسمه سعيد من الحجز. حاضر يا فندم. تمام يا فندم. محمود. محمود. سعيد اخويا حبيبي. ازيك يا سعيد؟ شلت اللي جرالي. خشبوك في التكشيف يا حبيبي. قلت له حاجه بالظبط على كل حاجه؟ طبعا قلت له على كل حاجه. والله على ما اقوله شهيد. عرفته ان انا مظلوم يعني؟ طبعا. وانا اسيبك كده قلت له على كل حاجه بالتفصيل الممل. والله على ما اقوله شهيد. طبعا على ما اقوله. انت جاي تصلي؟ مالك؟ لا لا يا سعيد، علشان يصدقني ان انا بقول كل حاجه صح. ايه ده؟ يبقى معانا اول خيط. لازم ندور على الست اللي كان مع الطفله الصغيره او العربيه اللي ركبوها. تقدروا تصدقوا؟ استنى يا سعيد، في حاجه مهمه جدا. نتكلم بره بقى. ما ينفعش الكلام بره، الكلام لازم يكون جوه. وهنا هنا ازاي؟ ده انا حاطط له عاوز انام. اصل في كلام عايز اقوله لحضره الضابط هيفيد التحقيق. هيفيد التحقيق؟ لا نرجع له. حظابط. نعم. في ايه؟ حضرتك قفلت المحضر؟ ايوه قفلته. طب ممكن سعادتك تفتحه تاني؟ نعم هننظر. لا 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 يا فندم، بس انا عايز اسحب كل الاقوال اللي قلتها قبل كده يا فندم. وبتهم الراجل ده بخطف البنت. والله على ما اقول شهيد. يا مسمول انت. اخلص. اخلص. عايز تقول ايه يا استاذ محمود؟ يا فندم انا افتكرت المكالمة اللي حصلت بيني وبينه امبارح، وقال لي فيها ان احنا هنحصل على ثروه كبيره قوي عن طريق بنت صغيره. ايه يا مجنون انت؟ دي البنت اللي بعت لي ورقه اليانصيب. خلاص. ورقه يانصيب؟ ورقه يانصيب يا راجل يا ذئب. انت ذئب استاذ محمود. افندم لازم تكون متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده، لانه اتهام خطير للاستاذ سعيد ممكن يوديه في 60 ده. طبعا يا فندم متاكد، وما زلت مصر على اقوالي ومصر على موقفي يا فندم. انا يا فندم من هذا المكان المقدس اطالب بتوقيع اقصى العقوبه على هذا الذئب المفترس، ليكون عبره لمن يعتبر، وليكون عبره لامثاله من الذئاب. انت خريج تجاره ولا حقوق؟ انا ايه يا سعيد؟
تجاره يا سعيد، بس ابويا الله يرحمه ما رضاش يخليني اكمل حقوقي. وجات لك الفرصه لغايه عندك، واول قضيه مسكتها اعدام. خس خس انا مندهش، ازاي سمح لك ضميرك الميت انك تعتدي وتهدم اسره جميله، اسره سعيده من اجل حفنه دولارات؟ محدش معاك يا ايدك بتعمل ايه؟ اصعب تخلوها نوعي. الحمد لله والله على ما اقول شهيد. حرزابط افتح محضر واثبت واقعة التهجم علي دي، لاني ناوي ارفع عليه قضية رد شرف واعتبار. هيد شوي. حاضر يا باشا. لازم تشربي حاجة، انت كده هجرالك حاجة. مش قادرة اتخيل ان انا مش هشوف سلمى تاني. ما تقوليش كده، سلمى ان شاء الله هتبات في بيتها النهاردة، بس انت قولي يا رب. يا رب. تقدر تاخد بنتك دلوقتي وتروح. متشكرين قوي يا باشا. مع السلامة. ألف شكر يا باشا. مع السلامة يا عمورة. أنا آسف. أنا برضو قلت في عقلي بالي ممكن سأكون ذئب من الذهب. أنت مش صديق. والله ما صديق. أستاذ سعيد. من فضلك. أيوة يا باشا. مفيش قدامي غير إنك تتذكر أوصاف السجن أو تتذكر رقم الصفحة اللي... أيوة. رقم السيارة. أيوة رقم السيارة. أيوة. 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 أخدم حي على طول. افتكرت. عيطت. يا ساتر يا رب. افتكرت. أيوة. 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 الرقم كان نفس تاريخ ميلاد ابويا. حلو. والله اتفضل اتفضل. ميلاد ابويا تاريخ ميلاد ابوك كام؟ ايوه كام. ايوه كام. ايوه كام. تاريخ ميلاد ابويا كام؟ ايوه من عارف تاريخ ميلاد ابويا. ابوك. ايوه افتكرت. تسمح لي التليفون. اتفضل لف لف. اتفضل. بتعمل ايه؟ لف لف وانا بالتليفون. عصبيتك تعبان يا باشا. اتفضل يا باشا. بيت حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. ايه ده؟ ايوه جدي. ايوه جدي. هو بابي اتولد يعني شهر. بابي اكبر منه بثلاث سنين. يمكن انت لو تراجعت في الذاكره يمكن تتذكر اينما كنت. يا ريت. ايه؟ لا يا ولا بيت السيده زينب ولا معاش ولا بتاع. قال لي هذا الرقم رقم ميلاد بابا 22/10. ميرسي. اشكرك جدا. اشكرك يا جدو. ندخل القبر 20/30/10. انت متاكد؟ حضرتك اتفضل. حسن بتاع السويتش. يا صلاح سويتش. سويتش الاسم. سويتش الاسم. سويتش الشغلي. يا حسن عشرين عشرة تلاتين باسم سعيد. ايوه حضرتك ازاي؟ والله استاذ على كل نبي انا في الدنيا سعيد. انا مش عارف ارد ازاي. لا يا هانم. هانم لحظه سعاده اللي سعيد. انا بعد ما توصلت للحقيقه كده اقدر انام. استاذ سعيد انت مثال مصري الشريف.
لابد وان يعملوا اي مواطن مصري. يا راجل حرام عليك. في ايه؟ حرام عليك ساعة تتكلم اكلم الناس؟ حرام عليك مشكلة. انا المحامي بتاعك. ايوه ولازم انا اكلم الجماعة دين السجن. سعيد حبيبي عندنا في القانون خير وسيله للدفاع الهجوم. ايوه شوف حظامت. أيوة. شوف حظامت ايه؟ شفتم؟ خير وسيله للدفاع الهجوم. انا بقى ايوه في ايه؟ ايه ده؟ هجم عليه. سعيد هخنقك عشان اريح المحاكم منك يا سعيد. وادي يوم وقع الجيات كتير رقصني يا جدع يا جدع الطبل والبزمير.